وحضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بتشطع عن المدربين، وده قطاع مهم جدا. تعال نشوف التقرير ده مع مدربين الاكاديميات النادي الاهلي، ونروح لبعدها الفاصل، وبعد الفاصل مكملين حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطه، تقرير اكاديميات مدربي النادي الاهلي في القطاميه. انت دلوقتي عندك قاعده اكاديميه باكاديميات مصر كلها، في الاهلي، اكاديميات الاهلي اللي في مصر كلها مش في القطاميه بس. انت عندك قاعده ان انت ممكن تطلع منها للقطاع الناشئين للنادي الاهلي، فدي حاجه ما كانتش بتحصل زمان، بقى لها سنتين بصراحه حصل فيها طفره كويسه جدا. وكابتن شطه والناس اللي معاه بيجوا هنا عندنا زي ما بيروحوا في اكاديميات كتير جدا تبع النادي الاهلي في مصر كلها، بيروحوا وبيجوا بيشوفوا الناس دي، بيشوفوا اللعيبه من مواليد 2015 لحد مواليد 2007 و2006. الولد الكويس بيبداوا يكتبوا اسمه وبيبداوا يرشحوه انه يبقى مع القطاع. احنا بنبدا من الصفر خالص، يعني بيجي لنا اللعيب، في لعيبه بتبقى موهوبه وفي لعيبه بيبقى لسه يعني لازم يتعلم، لان احنا في مرحله تعليم وتاسيس. طبعا من مرحله التعليم المهارات الاساسيه، الناحيه الفنيه، بنهتم بالناحيه الاجتماعيه، الناحيه الذهنيه، اللاعب لازم اللاعب طبعا يبقى ذهني يعني جاهز لاي شغل اللي احنا بنشتغله، شغل التمرير، شغل المهاره الفرديه، شغل المهاره الجماعيه، يعني حاجات كتير جدا يعني. فاحنا بنشتغل على كده يعني. بيجي لنا الولد احنا بنعمله كتقييم في اول وحده تدريبيه، فعلى اساس مستواه بنأهله في مثلا مجموعه A او B او C، وعلى حسب مستوى الولد. في معظمهم بيجوا مثلا مش عندهم فكره قليله قوي على الكوره، فبنخلي المجموعه دي كلها فتره لوحدها ولها شغل غير الولاد التانيين اللي عندهم مثلا فكره وليكن 50% في الكوره. وعلى اساس ده احنا بنشتغل، وكل مجموعه مثلا ليها برنامج معين نشتغل عليه. نبتدي نأهل بقى الولد من الأساسيات الألف ب، استحواذ وسيطرة على الكرة بأجزاء الرجل كلها خارجي والداخلي، وده كله بنعلمه لحد ما يرتقي لمستوى المجموعة اللي هي البي، نبتدي نرحل وهكذا لحد ما في الآخر بنشتغل على مجموعة مميزة نشتغل بيها دوري، وممكن فيها عناصر مميزة تشتغل مع القطاع. احنا هنا بنعلم الولاد كل حاجة، بنبتدي معاهم بأساسيات الكرة، العامل النفسي لازم نحببه في المكان، لازم نحببه في المكان وفي النادي الاهلي، بنعلمه الانتماء، بنعلمه ازاي يبقى كويس مع زميله، يتعامل بطريقه كويسه، يحب اصحابه عشان يبتدي يحب المكان. لما بيحب المكان بيبتدي بقى عنده قابليه اللي هو يتعلم، بيطلع بقى كل اللي عنده. اذا كان ولد موهوب مثلا ولا حاجه فبيطلع كل اللي عنده. مش موهوب، احنا بنبتدي معاه من اساسيات الكوره، وكل طبعا بنبتدي معاه باساسيات الكوره، مهاري، فني، حاجات فنيه كده بسيطه، بدني بسيط، بس احنا بندوس شويه على حته الاساسيات، الكوره اللي هي التسليم وتسلم، تحرك بكوره من غير كوره، الحاجات بنحببه في المكان الاول، بعد كده بنعلمه كل اساسيات الكوره. حلم كل اللاعب انه يلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده حلم لكل لاعب كوره سواء صغير او كبير، مش صغير بس، والكبار كمان ساعات برضه بقى نفسهم يلعب في النادي الاهلي. الاختبارات الاول كانت بتبقى عباره عن ناس كتيره جدا جدا بتروح، ممكن الولد يتوه في وسط الزحمه، فبيبقى هدفه التاني لو هو فشل في حته الاختبارات وسط الزحمه دي ان هو يجي الاكاديميه، يبقى بوابه للدخول القطاع. بيحصل ايه؟ بنجيب الولد في الاكاديميه، بنقيم مستواه، اذا كان في الاول لسه بيتعلم او عنده مستوى متوسط او مستوى افضل، فبنقسم الثلاث مراحل A و B و C. المرحله الاخيره ديت نطور من ادائه، يعرف اماكنه، ممكن يلعب في مكان باك رايت، باك ليفت، فيرود، بيحدد المكان يقدر يلعب فيه ويجيد فيه جدا، بالتالي بيخش اختبارات كتيره جدا عشان يوصل للمرحله دي.